أحب بعد أن مات قصة قصيرة. حين انتهت حكايات الناس بدأت حكايته. في تلك الغرفة التي يطلقون عليها إنعاش كان يرقد في سلام ذلك الشاب الثلاثيني ينتظر مصيره. بعد أن صدمته سيارة بسرعة جنونية فقد هرب السائق ليتركه ينزف على الأرض، ولكن الأرض رفضت أن تتشرب دماؤه. ملامحه بهتت قبل أن تأتي سيارة الإسعاف التي نقلته إلى حيث هو الآن. لم يستدل أحد على هوية له، فهو لم يكن يملك أي أوراق ولم يتعرف عليه أحد، فوضع في القسم المجاني وسط أسرة تحمل مصارع الموت أمثاله. لم يزره أحد وهو في غيبوبته. كانت تراه الممرضات فيأسفن على حاله. هل كتب على هذا الرجل أن يموت مجهول الهوية؟ هل يعقل أنه سيموت ولا أحد يعرف من هو؟ هل سيموت ولن يجد أحد يبكي عليه؟ جاء رجال الشرطة ليقوموا بدورهم تجاهه، ولكن كتب محضر بحادث لمجهول من مجهول. وبعد 3 أيام من تعليق المحاليل فقد الجميع الأمل في شفائه، وقرر أحد الأطباء أن يرفع عنه الأجهزة، فهو يرى أن شخصا يستحق الرعاية سيحرم من حقه بسبب هذا المجهول الذي يشغل السرير. ممرضة في المستشفى كانت هي الوحيدة التي شعرت تجاه هذا الشاب بألفة غير مفهومة، فقامت بما أمر الطبيب لكن على طريقتها، فنقلت المجهول إلى غرفة استراحتها على مسؤوليتها، وقررت أن تدفع تكاليف المحاليل المعلقة له من مالها الخاص. ولكن الطبيب لم يعجبه ما فعلت، فصرخ بصوت عالي في العنبر: هل تعتقدين أن هذا الرجل المجهول أحق بأن يحيا عن كل هؤلاء الذين يموتون دون أن يجدوا سريرا في هذا العنبر؟ لم تتمالك نفسها فصرخت في وجهه: هذا إنسان، لا يمكن لك أو لغيرك أن يحدد إن كان له حق في الحياة، وأنا أفرغت لك السرير كما تريد وسأتحمل نفقات علاجه من أموالي الخاصة. فشعر بالغضب تجاهها لكن لم يكن يملك الكثير ليفعله، فقال هامسا وهو يمر بجوارها: ما هي إلا ساعات وتنتهي هذه المهزلة السخيفة. فنظرت له في شفقة: أنت لا تعرف ما سيحدث، لكن أعدك أنك ستندم. لم يكن مع مجهول الهوية أحد ليرعاه، وهو موجود في غرفة التمريض لكن بالفعل كان بين يدي الله لا يستطيع أن يفعل أي شيء. وجاءت أسرة مهرولة تتساءل عن ابنها المفقود: هل دخل أحد إلى المستشفى في الأيام الأخيرة؟ فطارت بهم أميرة إلى غرفتها تريهم المجهول. كان للأسف مشوها وملامح وجهه غير ظاهرة، لكن من هيئة الجسد شعروا أنه ابنهم، وعاد أخيرا الأمل لهم مجددا وطلبوا نقل المسكين إلى غرفة رعاية مدفوعة الأجر، وقدموا شكوى على الطبيب الذي طالب برفع الأجهزة عنه. ودخل مجهول الهوية إلى غرفة رعاية مركزة ملكية على نفقة أسرته المزعومة، فأحاطوا دفء عائلته ودعوات إخوته وأم المسكينة التي تطلب له الشفاء. لكن لم تمر ساعات قليلة إلا ووصل خبر من أحد الجيران للأم باتصال هاتفي يخبرها أن ابنها عاد إلى المنزل. طرت الأم وكل الأسرة من المستشفى وتركوا المسكين. ليقرر الأطباء إعادته إلى القسم المجاني ليخلو الغرفة الملكية إلى من يستحقه. ولم تتركه أميرة الممرضة لحظة، بل كانت معه في كل لحظة وكأنها أسرته الوحيدة.
بكت وهي تمسك يده إشفاقا عليه من كل ما حدث له، وهو لا حول له ولا قوة. لكن سرعان ما دخلت عليها هبة الممرضة الزميلة، ومعها سيدة متوسطة العمر مكلومة تبحث عن زوجها المفقود. ظنته هو فتمسكت به واحتضنته وطالبت بنقله إلى غرفة الرعاية الطبقة المتوسطة، وظلت تجلس عند قدميه تبكيه ليلة كاملة. لكن في صباح اليوم التالي عرفت أنه لم يكن زوجها. حينما تحققت من جسده جيدا، فقد كان لزوجها علامة في جسده لم تجدها، لتترك المسكين يعود من جديد إلى قرار الأطباء الذين لا يجدون له مكانا بغرفة الرعاية المجانية، لتقرر هبة وأميرة نقله إلى غرفتهما، وبالفعل نقلتاه وهو يصارع الموت. فالكل يعتقد أنه لن ينجو من تلك الحادثة، إلى أن جاء فجأة رجال الشرطة ليتحققوا من مكهول الهوية، لتنقلب المستشفى فجأة دون سابق إنذار، لتأتي أسرة واضح عليها ملامح الثراء الفاحش، لتدخل الزوجة وهي تشعر بالإشمئزاز من حالة الغرفة الموضوع فيها جسد من اعتقدت أنه زوجها، لكنها طلبت في هدوء أن يتركوها معه. بعد أن خرج الجميع، أخرجت من حقيبتها أوراق وأداة للبصم، واستخدمت أصابعه ليبصم بها على الأوراق وهي تقول له: أنت الآن لم تعب محتاجا لممتلكاتك يا عزيزي، فسامحني، أنا أحمي نفسي من أسرتك. وبعد أن انتهت خرجت لتعلن أنه ليس هو، ثم تركته. لكن أميرة الممرضة المسكينة كانت تراقب المشهد، فقد شهدت كل ما حدث للمسكين، لكن لم تملك أي شيء لتفعله. دخلت غرفته وقالت له في صمت: ماذا فعلت بحياتك لتكون نهايتك على تلك الصورة؟ من أنت؟ وما الذي يجعل زوجتك تتصرف تجاهك بتلك الصورة الباردة؟ دخلت هبة مقاطعة الحديث لتقول: هذا هو الكاتب المشهور أيمن جيلاني. فتحت أميرة فاها من الصدمة: هل هذا هو الرجل الذي يظهر على التلفاز ويتكلم عن أعماله وأدبه؟ هزت هبة رأسها في هدوء: نعم هو. لتمسك به أميرة في حضنها وكأنها وجدت ضالتها أخيرا، وتضم رأسه إلى صدرها وتهمس: هل كنت تتنبأ في روايتك أفضل الموت وحيدا بما سيحدث لك؟ وضمته بقوة وهي تقول: أنا لن أتركك تموت وحيدا، سامحني، سأفسد عليك نبوءتك. وشعرت في تلك اللحظة أن عينه تحركت، لكن هبة قالت لها أنها واهمة، فالرجل بالفعل في تعداد الموتى. لكن بعد أيام، حينما بدأت جروح وجهه تتعافى وبدأت ملامحه بالظهور، أدركت أميرة أنه ليس هو هذا الكاتب الكبير. ويظل السؤال: من هو هذا الرجل الذي يرقد في سلام والعالم يتصارع حوله؟ وبعد 4 أيام من وجوده في غرفة أميرة، جاءت الشرطة مجددا وهي تسأل عنه، ودخلوا ومعهم رجل عجوز قد بلغ من العمر أرزله، وحينما رآه بكى بحرقة شديدة وقال لهم: هو من أبحث عنه. سألوه: من يكون هذا الرجل؟ قال لهم: أنا أعرفه منذ أكثر من 5 سنوات، وحينما اتصل بي قال أنه سيأتيني، انتظرته كثيرا، وحينما غاب ولم يأت طلبت من جار طيب لي يعمل في الشرطة برتبة مرموقة أن يسمح لي أن أبحث عنه داخل المستشفى، وهذا ما حدث. لكني في الحقيقة لا أعرف من هو ولا اسمه، كل ما أعرف عنه أنه الكريم الذي يزورني كل 3 أشهر ولم يتأخر يوما عني،
يحضر لي مساعدة مادية بعد موت ابني منذ 5 سنوات. ظل الرجل معه ولم يقبل مفارقته. كانت أميرة تخدم الاثنين بحب وتسمع من العجوز حكاية هذا المكهول. شعرت أنها تحبه ومغرمة به، ومع أنه لم ينطق بحرف واحد كانت حالته تتحسن، لكن ظل فاقدا للوعي. ومر عليه 4 أيام أخرى وزيعت حكايته في أرجاء المستشفى، فما كان من بعض المحسنين ومحبي الخير إلا أن يزوروه بين الحين والآخر. وفي أحد الأيام دخلت سيدة ولم تكن في حالة تشير إلى أنها أحد المحسنين، بل كانت سيدة ريفية ذات جلباب مقطع يبدو عليها التسول. وحينما دخلت ودققت في ملامحه جدا، بكت عند رأسه وقالت: سامحني يا ابني، قد ظلمتك واعتقدت أنك هجرتني. فسألها العجوز وأميرة: هل هو ابنك؟ ردت بحرقة شديدة: هو الوحيد الذي ظل يزورني منذ 3 أعوام، مرة كل شهر كان يطرق بابي، وحينما توقف عن زيارتي اعتقدت أنه هجرني ومل من زيارتي. وعندما سمعت عن المكهول الذي يزوره الناس في المستشفى شعرت أنه هو، فجئت للتأكد، وبالفعل كان هو، ولكني لا أعرف من هو. وانضم إلى غرفة المكهول شخص جديد ينتظر شفاؤه ويحبه بصدق دون أن يكون طالبا منه شيئا يذكر. وظلت الأيام تمر، وظل المكهول رافضا للعودة إلى وعيه أو حتى الاستسلام للموت. حوله رجل وسيدة عجوزان وأميرة طوال اليوم، ويزوره من حين لآخر أشخاص لا يعرفهم ولا يعرفونه، إلى أن جاء ذلك الوقت المنشود الذي انتظره الجميع. أخيرا فتح المكهول عينيه. انتفض العجوز والسيدة وأميرة ينتظرون منه أن ينطق بكلمة، لكن كانت عيناه تشع حنانا فقط، ولم يرد على أي سؤال وجه له. بعد فترة صمت همس قائلا: أنا اليوم اقتنيت ما يجعلني أواجه الموت في سلام، شكرا لكم جميعا. ثم قال رقم هاتف فسجلته أميرة مسرعة لتتصل به. وتخبر الصوت الذي رد عليها بأن من أعطاها هذا الرقم هو مجهول يحتضر منذ أيام في المستشفى، وحينما أفاق لم يذكر أي شيء غير هذا الرقم، فاتصلنا بك. وما مرت ساعتين إلا وامتلأت المستشفى برجال ونساء جميعهم تلهفوا لرؤيته والدموع في عيونهم. حينما أدرك المجهول وجودهم قال في سعادة: قد عشت وحيدا مكهولا، ولكني طلبت من الله أن أموت وأنا بينكم جميعا. صرخت سيدة لتقول له: أخي، نحن إلى جوارك وأنت لن تموت. فنظر لها في صمت وأمسك بيدها وقبلها وقال: قد جاء وقت الرحيل يا حبيبتي. بكت وهو غاب عنه الوعي، لكن الجميع عرف من هو. لقد كان كاتب الحب كما لقبوه كريم عربي، الذي عاش حياته كلها يبحث عن الحب. بكت وهو غاب عنه الوعي، لكن الجميع عرفوا من هو. لقد كان كاتب الحب كما لقبوه كريم عربي، الذي عاش حياته كلها يبحث عن الحب. وكان معتادا أن يغيب ويختفي في رحلات التي لم يكن يعرف عنها أحدا شيء. ومن تجمعوا في المستشفى كانوا قراءه الذين بمجرد أن عرفوا حقيقة مرضه جاءوا مسرعين لدعمه وتقديم الحب له. إلى هنا قد كتبت قصة الراحل المحب كريم العربي، الرجل الذي بدأت حياته وهو يصارع الموت لينقل جثمانه وسط محبيه ودموع محبة صادقة حقيقية.
رحل عن عالمنا ولكن ترك لنا رسالته التي ستظل لأجيال صوتا قويا جدا، وهو يقول أنك لو لم تمتلك الحب في حياتك يكفي أنك ستموت في دفء عائلة تحبك دون أن تكون أسرتك. ولا أخفي عنكم حقيقة أني وأنا أكتب سيرته في آخر أيامه كنت أفكر كثيرا، هل وقعت في حبه؟ وهل شعر بحبي قبل أن يرحل؟ وهل عرفني؟ لا أخفي عنكم أنه قد مات في حضني، أنا أميرة الممرضة التي تحولت حياتي بعد أن أحببت رجلا راحلا عن هذا العالم. لكن كلماته الأخيرة لأخته كانت ذات علامات استفهام كبيرة لدي، فقد طلب منها أن تعطي لي كل رسائله التي كتبها ومنع أحدا من أن يقرأها. وحينما وصلتني تلك الرسائل وجدته يتكلم عن محبوبة مكهولة يتمنى أن يقابلها ذات لحظة حتى وإن كان ميتا، كان يتمنى أن تعرف فقط أنه ظل يحبها رغم أنه لم يكن يعرفها. هل رأى كريم أني أنا هي التي تستحق حبه لهذه السنوات؟ لم أكن على يقين من كلماتي. استيقظت ذات صباح في شقتي ووجدت أحدهم يطرق الباب ويقول لي هذه الباقة من الورد لك. فتحت البطاقة لأعرف المرسل، وكانت المفاجأة أنا الآن في العالم الآخر، لا تقلقي بشأني ولكن أرجوك ألا تشكي للحظة بأنك محبوبتي الوحيدة، وسأبعث تلك الباقة من الورد على بابك كل صباح. ذهبت إلى المحل الذي يرسل من خلاله الورود لأكتشف أنه في اللحظات الوحيدة التي استيقظ فيها طلب من أخته أن تعرف عنوان بيتي وتضعه كعنوان لإرسال الباقات الوردية عليه، فهو قد أعد من قبل وديعة بنكية ووصية بأن يرسل الورد إلى العنوان الذي سيضعه إلى يوم وفاة صاحبة العنوان. وقد أصبحت كل صباح أنتظر رسالة جديدة من حبيبي الذي عرفته وهو يحتضر وأحبني بعد أن مات.